السلام عليكم ورحمة الله. رانا معكم هنا من مباشرة من قاعة البيضاوية على كل حال. والله غير سمعت خبر تاع فاروق بالقايد. فاروق بالقايد اللي دلب تصريحات قوية على الحاكم اللي كان يدير المقابلة اليوم. قال لك يحلف فاروق بالقايد يحلف انه الحاكم قال اللاعب من اللاعبين بارادو انه قلت لكم المباراة راح تكون ليكم. والله العظيم غير عيب، والله العظيم غير عيب. وين وصلنا؟ أنا كنت دليت بفيديو قبل هذا، هضرت على لمسة يد وعلى ضربة جزاء الحقيقية اللي نحاها فريق شبيبة القبائل، وتسلل اللي ما كانش فيه اللاعب كاع فيه تسلل وحسبوا. المهم سمعوا معنا فريق بالقايد واش قال، وباش تعرفوا كرة القدم الجزائرية وين لحقت، وين لحق التبهديل تاع الحكام اللي نضلوا نهضروا عليه. وتأمروا على ما أظن، تأمروا على شبيبة القبائل هذا العام وحبوا ينزلوها القسم الثاني. سمعوا معنا الفيديو تاع بالقايد. لو أدى مقابلة على بسميخة، احنا شوفوا بلي الحكام نددنا ونددنا، اليوم شفنا ضربة جزاء والصورة هي باينة، احنا ما حضرناش الصورة باينة، هذا ماتش تيليفزي. وزيد شوف تسمى لي بلو كراف، أنا حاضر هنايا دايا الجوج دو توشي دور هنايا ان سيرتان دو بارادو، قال له قلت لكم ما تقلقوش تربحوا الماتش، ولا كان قادر يجي يقابلني ويحط ويحلف الجوج دو توش قدامي، هذا مش أنا مزيان دار البالو الحابس، قال له قلت لكم بهذه الكلمة قلت لكم اليوم تربحوا، ما كان احنا ما نبروك عليهم. هاكم سمعتوا معنا الفضيحة على كل حال بالقايد داوي يترجى في الحاكم ويقول له أرواح وحلف لي باللي ما هدرتش هذه الكلمة هادية، على بالي باللي الحاكم ما راح يتلاقى به، ما راح يقول له، لأنه حسمت الأمور. داروا اللي كانوا حابين يديروه، اللي كنا نحكوا عليه هذه أسبوعين وإحنا نحكوا على هذا المشكل تاع فريق شبيبة القبائل مع المقابلة تاعو مع بارادو. قولهم خسارة، والله خسارة ديروا هكذا الفريق عريق مثل شبيبة القبائل اللي راهو يلعب في كأس إفريقيا في تشامبيونز ليغ أفريكان، هذه اللي يلعب فيها. والله ما ماشي هكا اللي تمشي الجزائر وتمشي الرياضة الجزائرية، والله حرام عليكم. ونقول لكم كاين ربي، وشبيبة القبائل تبقى كبيرة في قلوبنا وعطاتنا وفرحتنا في أيام اللي كنا محتاجين الفرحة، لكن جاء وقت وين حبوا يسقطوها ما على بالناش. علاش هاد المؤامرة اللي راهي عليها؟ إن شاء الله مع مرور الوقت تبان وتنكشف ويبان هاد الإنسان اللي راهو حاب يسقط لنا شبيبة القبائل. نقول لكم بارك الله فيكم مباشرة من قاعة البيضاوية، على كل حال أنا خدامين في دورة الصحافة لكرة القدم، وإلا كاش ما كان خبر هنايا والله أنا ندير لكم مباشر ونعلمكم. سلام.